السلام عليكم أخواتي إخواني متابعي قناة الصحة البدائية. اليوم إن شاء الله سنتناول موضوع يهم مرضى الربو أو الدقة خلال شهر رمضان، وخصوصا خلال تفشي مرض كوفيد 19. وحتى نلم بالموضوع شيئا ما، وباختصار طبعا نحاول أن نجيب على الأسئلة التالية: كيف استقبل المسلمون شهر رمضان لسنة 2020؟ ما هي علاقة الربو أو الدقة بمرض كوفيد 19؟ متى يصاب المريض الربو بنوبة ربو حادة؟ ما هي أقوى محفزات الربو أو الدقة؟ هل يصوم مريض الربو؟ ما هي الاحتياطات الخاصة بمريض الربو خلال مرض كوفيد 19؟ إذن نحاول أن نجيب على السؤال الأول: كيف استقبل المسلمون شهر رمضان لسنة 2020؟ استقبل المسلمون أخواتي إخواني أول أيام شهر الصوم المبارك، الذي يختلف بطبيعته عن باقي الشهور السنة، إذ تتغير فيه المواعيد والأعداد والروتين اليومي، إلا أنه في عامنا الحالي يأتي وقد خيم على الكون وباء عالمي كوفيد 19، بما تم فيه من فرض حظر التجول والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي بين الأفراد، بما يتضمن من روتين جديد ومواعيد جديدة لم نألفها من قبل. تعودنا أن نتحدث في هذا الشهر من كل سنة إلى الناس المصابين بالأمراض المزمنة كالسكري والضغط والقلب والكلى، ولكن في هذا العام سوف نضيف إليهم مرضى كورونا والمحجورين كذلك في منازلهم، وأيضا مرضى ربو والأكثر هشاشة وعرضة لمرض كوفيد 19. الآن، ما هي علاقة ربو أو الدقة بمرض كوفيد 19؟ إن الأشخاص المصابين بمرض ربو أو الدقة أخواتي إخواني هم أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بمرض كوفيد 19 الشديد، الذي يمكن أن يؤثر على جهاز الأذن التنفسي كالأنف والحلق والرئتين، ويسبب أعراض نوبات ربو حادة، وربما أيضا يؤدي إلى التهاب رئوي وأمراض حادة في الجهاز التنفسي. الآن، متى يصاب مريض ربو بنوبة ربو حادة؟ يصاب أخواتي إخواني مريض ربو التحسسي المزمن بنوبة ربو حادة عندما يتعرض لمحفزات الربو أو الدقة، وهي نوعان: إما محسسات مثل حبوب اللقاح البولين وعث أي الغمال المنزلي والفطريات والحيوانات والطعام، أو كذلك المهيجات مثل الدخان، تلوث العطور، الهواء البارد وقلة النوم. ومن الضروري أن يتعرف كل مريض على محفزات مهمة لحالته بإجراء الاختبارات الحساسية الخاصة في الجلد أو في الدم، وهي متوفرة لدى الأطباء الحساسية والمناعة، ويتعلم أيضا أنجع طرق لتجنب المحفزات والمهيجات والمحسسات التي قد تزيد من الأعراض، لكي يحترس المريض من هجوم نوبة ربو عندما لا يمكنه تجنب المحفزات. الآن، ما هي أقوى محفزات الربو؟ من أكثر المحفزات شيوعا أخواتي إخواني هناك دخان التبغ، عث الغبار أي الغملة، كذلك تلوث الهواء الخارجي، الصراصير، الحيوانات الأليفة، الفطريات، العفن، كذلك الدخان الناتج عن حرق الخشب أو العشب، بعض الأطعمة المحسسة والمضافات الغذائية، كذلك العدوى بفيروسات إنفلونزا ونزلات البرد وفيروس المخلوي التنفسي، كذلك التهاب الأنف التحسسي والتهاب الجيوب الأنفية، والذي لا بد من السيطرة عليها واستنشاق بعض المواد الكيماوية مثل المواد النظيف كجافيل إلى غير ذلك والأبخرة وغيرها، والتي ينبغي تجنبها، والارتجاع الحمضي في المريء، وينبغي اتباع الوسائل المختلفة لعلاجه، وكذلك التمارين الجسدية والرياضة العنيفة الشديدة، وبعض الأدوية التي تهيج الربو مثل الأسبرين والمسكنات وأدوية الضغط الدم، والتي ينبغي تجنبها وتغييرها تحت إشراف الطبيب طبعا، وسوء الأحوال الجوية مثل العواصف الرعدية أو العواصف الترابية والتنفس في الهواء البارد جدا والجاف أو الرطوبة العالية، والعواصف القوية يمكن أن تؤدي إلى التنفس سريع جدا يسمى فرط التنفس، والذي يمكن أيضا أن يسبب نوبة ربو. الآن، هل يصوم مريض الربو؟ يجمع جميع الأطباء أخواتي إخواني أن مريض الربو يستطيع الصيام طالما كانت نوبات الربو مستقرة ولا تحتاج إلى تناول أدوية عن طريق الفم، أو كانت خفيفة وتستجيب للأقراص أو البخاخات طويلة التأثير بحيث تعطى عند الإفطار والسحور، ولكن بعض مرضى الربو من يحتاج إلى تناول بخاتين أو أكثر من البخاخ الربو عند الإحساس بضيق في الصدر، ويعود بعدها المريض إلى ممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي. أما المريض أخواتي إخواني الذي يتعرض لأزمات شديدة فلا ينبغي له متابعة الصيام، بل عليه تناول البخاخ والعلاج المناسب فورا، ولكن ينبغي الإفطار قطعا عند حدوث نوبة ربو شديدة، حيث كثيرا ما يحتاج المريض إلى دخول المستشفى لتلقي العلاج المكثف. لا، كما ينبغي الإفطار إذا ما أصيب بنوبة ربو
لم تستجب للعلاج المعتاد، وهنا ننبه إلى أن الانقطاع عن الطعام والشراب في هذه الحالة يقلل بشكل واضح من سيولات الإفرازات الصدرية، وبالتالي يصعب إخراجها. والأهم هو تجنب المحسسات والمهيجات وتناول طعام صحي طبيعي في الفطور والسحور لكي يقوي ويعزز الجهاز المناعي. الآن ما هي الاحتياطات الخاصة بمريض الربو أو الضيقة خلال تفشي كوفيد-19؟ يجب أن يستعد أخواتي إخواني مريض الربو في شهر رمضان الذي يحل خلال تفشي مرض كوفيد-19 باتخاذ احتياطات خاصة نذكر منها سبيل المثال: تخزين ما يكفي من الإمدادات خاصة الأدوية والبخاخات، وخصوصا العلاجات الوقائية التي تحتوي على الكورتيزون، والانتظام على خطة علاج وعدم تغييرها إلا باستشارة الطبيب. في فترة الوباء الابتعاد عن المحفزات والمحسسات والمهيجات، أي كل أعراض الربو. كذلك مع اكتشاف مزيد من حالة كورونا أو كوفيد-19 في العالم وفرض إجراءات مكافحة لانتشاره، يجب دعم مريض الربو للتأقلم والتكيف مع التوتر والقلق، فالعواطف القوية قد تؤدي أخواتي إخواني إلى نوبة ربو حادة. كذلك عند وجود شخص مريض بالمنزل يبقى بعيدا أي مريض ربو عن باقي الأسرة لتقليل خطر انتشار الفيروس بينهم. كذلك اتخاذ الاحتياطات اليومية للحفاظ على مسافة كافية للمريض تفصيله عن الآخرين. كذلك البقاء في المنزل قدر الإمكان لتقليل خطر التعرض وتجنب الازدحامات في الأسواق، فهي أماكن قد يكون فيها مرضى. كذلك تنظيف اليدين بالماء والصابون كما نعلم، أو باستخدام مطهر الذي يحتوي على الكحول. تجنب مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأكواب والمناشف. وأخيرا أن كل مريض بربو يمكنه التحكم في نوبات الربو لديه خلال هذه الفترة بشكل خاص إذا اتبع الاحتياطات السالفة بالذكر، حتى لا يقع في مشاكل هو في غنى عنها. وحتى هذا أطيل عليكم، أتمنى لكم دوم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.